السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الشهادة الإعدادية، أهلا بيكم في فيديو النهاردة. فيديو النهاردة إن شاء الله بنبدأ حل المحافظات بالتوازي مع شرح المنهج بتاعنا اللي احنا إن شاء الله قربنا نخلصه وننتهي منه. النهاردة هنبدأ بمحافظة القاهرة. طبعا الامتحانات دي يا جماعة هي امتحانات 2019 الترم الثاني مش 2020، لأن السنة 2020 السنة اللي فاتت يعني ما كانش فيه امتحانات ترم ثاني، طبعا لأن كان فيه أبحاث للصف الثالث. طبعا يا جماعة احنا هنحل حاليا الامتحانات بنفس المواصفات الأخيرة خالص، يعني عادي خالص نحل كل الامتحان زي ما هو موجود في الكتاب. وعلى فكرة احنا بنحل من كتاب المعاصر لحين ما نشوف الوزير هل هيغير في شكل الأسئلة، هل مثلا هيبقى امتحان مجمع، الله أعلم، لسه ما نعرفش لغاية دلوقتي. إن شاء الله برضو تبقى تتابعونا على أخبارنا، أخبار التعليم أول بأول على قناتنا عشان تعرفوا كل جديد بإذن الله. المهم نبدأ بقى بمحافظة القاهرة صفحة رقم 63. أول سؤال، طبعا احنا عارفين ان هو ديالوج المحادثة، ووصيتي دايما لكم ان كنتوا لازم تقروا سؤال المحادثة ورأس السؤال بالذات. يعني حازم ميت خالد who has bought a new shirt. يبقى هنا يا جماعة الموقف بتاع المحادثة بيقول ان حازم بيقابل صاحبه خالد اللي اشترى قميص جديد. اكيد طبعا من قبل ما نقرا المحادثه كده اقول له اشتريته منين واشتريته بكام وهو حلو كده، يعني معلومات عنه. حازم بيقول what a nice shirt، يا له من قميص لطيف وحلو. you are wearing اللي انت لابسه دوت. طبعا هنا وات دي يا جماعه وات تعجبيه وليست استفهاميه، يعني ليست سؤال لان وراها صفه وموصوف. what a nice shirt يعني يا له من قميص نايس لطيف. you are wearing اللي انت لابسه ده. قال له thanks a lot. بعد كده حازم هيسأل سؤال. خالد قال له I bought it on my birthday. انا اشتريته في عيد في يوم عيد ميلادي او بمناسبة عيد ميلادي. طيب يبقى هنا هيقول له متى اشتريته. متى يبقى متى يعني when. when. طبعا يا جماعة when كأداة استفهام لازم وراها فعل مساعد، لازم اجيب فعل مساعد. الفعل المساعد اللي انا هجيبه هيعتمد على الزمن بتاع الفعل الاصلي. الفعل الاصلي هنا بوت، دي ماضي ولا مضارع؟ ماضي، برافو. يبقى على طول طالما ماضي اجيب ديد، يبقى وين ديد. احنا عندنا اي في الاول هتبقى يو، وين ديد يو. اجيب بقى المصدر من بوت باي، بي يو واي، وين ديد يو باي ات. بس كده خلص السؤال. بعد كده on your birthday في يوم عيد ميلادك how much is it. how much is it معناها كم سعره، يعني هو بكام. يعني طبعا هنا خلي بالك النقطه اللي تحتها قال له that's too much، ده كتير جدا يعني غالي قوي. يبقى انت اعمل حسابك انك لما تحط اجابه في رقم 2 يبقى حط سعر عالي، سعر كبير. القميص هتقول مثلا 180 جنيه. اوكي يبقى هيقول له it's 180 pounds. قال له that's too much، ده كتير جدا. isn't it، أليس كذلك. المهم هنقرا كده، قال له but it's made from Egyptian cotton، ولكن مصنوع من القطن المصري. يبقى طبعا لما هيقول له that's too much isn't it، ده غالي قوي أليس كذلك، هيقول له لا ما هوش غالي. no it isn't، لا مش غالي يعني، على اساس ان هو مصنوع من القطن المصري. بعد كده حازم بيقول I'd like to buy one، انا عايز اشتري واحد. فبيسال سؤال، خالد قال له of course I'll come with you، طبعا انا سوف اجي معاك. يبقى كان هيطلب منه هو يجي معاه، يبقى will you come with me، will you come. طبعا I will دي هنعكسه مع بعض، يبقى will you come. Will you come with، هنغير الضمير you إلى me، هل هتيجي معايا؟ قال له of course طبعا I'll come with you، أنا سوف. السؤال الثاني زي ما احنا متعودين وعارفين هو عبارة عن situation، يعني موقف، مجموعة من المواقف بديها لك، هما ثلاثة تحديدا، ولازم نفهم الموقف كويس عشان ما نفهموش بالعكس وما نحطش الإجابة بالعكس. طيب بيقول a friend tells you that he has won a prize، صديق بيقول لك انه هو فاز بجائزة. you are very surprised،
انت مندهش. يبقى انت هتقول له ايه؟ What a surprise، يعني يا لها من دهشة. What او يا لها من مفاجأة. What a surprise. طبعا دي بتتقال في الاخبار الكويسة. What a surprise، يا لها من مفاجأة. طب لو واحد قال congratulations يعني تقبل التهاني، مش هنقول له لأ، بس هي بعيدة شوية. مفروض what a surprise، لأنه بيقول لك you are very surprised، أنت مندهش قوي. فالمفروض الأصح طبعا هي دي، مش congratulations. أوكي، رقم اتنين، you ask your teacher when he started working at the school. أنت بتسأل مدرسك متى he started، إمتى هو بدأ العمل في هذه المدرسة. يبقى هتقول له إيه؟ Could you tell me، ممكن تخبرني. Could you tell me when، متى. طبعا هي هتبقى you لان الواد بيتكلم المدرس والمدرس واقف قدامه. When you started، كمل بقى الكلام عادي خالص. Started working at the school، علامة استفهام. اوكي، طب لو واحد قال when did you start working at the school، هنقول له مفيش مشكلة، صحي برضو. طب النقطة التالتة، your friend، صاحبك، is smoking cigarettes، بيدخن سجاير. advise him يعني انصحه. هنقول له طبعا لا يجب ان تدخن سجاير، او يجب ان تقلع عن التدخين. يبقى ممكن اقول له you must. هو must في الالزام الشديد، انما هو طالما قال لي ادفايز انصح، يبقى احنا ممكن نقول should. طبعا هننفي should، تبقى should انت يعني لا يجب. او ممكن نستخدم should عادي بس وراها stop. You should stop smoking، يجب ان تقلع عن التدخين او تمتنع عن التدخين. بعد كده طبعا احب انوه بس يا جماعة، ان في سؤال مواقف ممكن احط اكتر من اجابة، ان المواقف فيها مرونة، ممكن تحط اكتر من اجابة، في اكتر من طريقة اجاوب بيها على سؤال المواقف. مفيش مشكلة لو انت حطيت اكتر من اجابة. اوكي، طيب رقم تلاتة عندي، ده سؤال القطعة واسئلة reading comprehension. وهنا ممكن في طريقة، وهي انك تقرأ الاسئلة قبل ما تقرأ الموضوع نفسه. اوكي، طيب طب ما تيجي كده نجرب الطريقة دي. بيقول لي هنا ايه اول سؤال؟ طبعا احنا لسه ما قرناش الموضوع خالص، هناخد بس ايه كده فكرة عن الاسئلة. قول لي where are dolphins found، يعني اين توجد حيوانات الدلافين، اللي هي طبعا هي حيوانات او كائنات بتعيش في البحر، يعني هي كائنات مائية زي ما احنا فاهمين، وبتعمل نوع من المرح للناس او الجمهور. طيب عندي السؤال، يبقى هو عايز يعرف المكان بتاع الدلافين موجود فين. السؤال الثاني، how do dolphins communicate with each other. communicate with معناها يتواصل مع، ازاي بيتواصلوا مع بعض الدلافين. اوكي، السؤال الثالث، do you think that dolphins are plant eaters، هل تعتقد بان الدلافين هي اكله للنباتات؟ why why not، واذكر السبب يعني. بعد كده the underlined word there refers to كذا كذا، كلمة there بتشير، بيقول لي هنا كلمة there تشير إلى مين؟ هل ocean ولا rivers ولا lakes ولا seashores؟ طب احنا متعودين دايما يا جماعة غالبا 99% بيجيب لي كلمة تحتها خط ضمير أو اسم، يعني ويقول لي الاسم ده أو الضمير ده بيعود على مين. طيب رقم خمسة، هذه underlined words belong to nearly mean، هنا خاص بمعرفة المعاني، هل انت تعرف، هل انت حافظ كلمات ولا لا. كلمة belong to اصلا عارفين بمعنى يخص، ماشي. فكلمة belong to هنا بقول لك معناها disagree with ولا similar to ولا different from ولا dangerous to. هنعرف طبعا الكلام دوت من خلال قراءتنا للفقرة. نبدأ ايه القطع كده وريتها، واللي dolphins are sea animals that belong to the whales، يعني الدلافين بتكون حيوانات مائية أو حيوانات، سوري، حيوانات بحرية، اللي belong to يعني بتخص أو تنتمي إلى الويلز،
إلى الحيتان. تنتمي الحيتان يعني تتشابه معاها طبعا أكيد. أوكي، فهنا تعتبر إجابة للسؤال الأخير اللي هو the underlined words، اللي هي الكلمة اللي تحتها خط belong to، المقصود بها ايه ومعناها ايه. طبعا هتبقى similar to، يعني مشابه لي، مشابه لي. اوكي نرجع تاني. يبقى dolphins are sea animals that belong to the whales. a sea animal، هنا يدينا بقى معلومات عن الحيوان البحري. فبيقول لي a sea animal is the one that lives in the water. الحيوان البحري هو الحيوان اللي بيعيش في المية. Dolphins are found، خلي بالك اهو بقى عشان ده إجابة للسؤال الأول يعتبر. Are found يعني يوجد فيه، يبقى الدلافين are found all over the world، في كل أنحاء العالم. In the oceans يعني في المحيطات، seas والبحار، rivers والأنهار، and lakes والبحيرات. يبقى ده المكان اللي بيتواجد فيه تتواجد فيه الدولفينز. يبقى السطر الثاني مع جزء من السطر الثالث دي إجابة السؤال الأول. اوكي فهنا ممكن نكتب كده ايه 1 على اساس ان دي إجابة السؤال الأول. طيب دولفينز ار ميت ايترز. ميت ايترز يعني اكلي لحوم، بياكل لحوم. الله، ده كان في سؤال دلوقتي بيقول لي هل الدولفينز plant eaters، يعني حيوانات بتاكل او اكلها للبلانت النباتات. فطبعا هنقول له لا اكيد، لان هنا بيقول لي meat eaters. Dolphins are meat eaters، they feed on fish، يتغذوا على fish، الاسماك. ما هي الاسماك يا جماعه حاجات فيها لحوم، اللي هو لحوم السمك يعني. they often swim together in groups، بيعوموا مع بعض. and they have good eyesight and good hearing، لهم بصرهم قوي يعني، وسمعهم برضو قوي. but they do not have a sense of smell، ما عندهمش حاسة الشم. dolphins come in different sizes، يعني يقصد يقول لك ان ليها احجام مختلفة يعني. some are smaller than the usual person، البعض منهم اصغر من حجم الشخص العادي مننا. But others can be 30 feet long، لكن البعض الآخر بيكون طوله 30 قدم. Or more than 5 meters، أو أطول من 5 أضعاف than the usual person، عن الشخص العادي، أكتر من 5 أضعاف الشخص العادي. طيب dolphins are very intelligent، intelligent معناها ذكي. الدلافين يا جماعة ذكية جدا. And communicate with each other using clicks and whistles. بيقول لي ان هم يقدروا يتواصلوا communicate with each other، وكان في سؤال برضو عن ازاي ان هم communicate يتواصلوا مع بعض. communicate with each other using باستخدام clicks and whistles. whistles يعني التصفير، بيصفروا البعض. and clicks، ومعنى كلمة كليكس هنا الصوت العالي القصير قوي يعني. طيب بعد كده if you go near the seashores، لو انت بتقترب من شاطئ البحر، you might see dolphins، يمكنك ان ترى الدلافين playing and swimming happily there، بيلعبوا وبيسبحوا بسعادة. there يعني هناك. الله، هناك دي فين بقى؟ عندي طبعا السي شورز، يبقى كلمة there تفيد أو تشير إلى سي شورز. من هنا نيجي لكلمة there في السؤال الرابع، هتبقى سي شور الإجابة حرف الدي. طيب بعد كده some park owners get dolphins in their parks to amuse the visitors، يعني بعض اصحاب او ملاك البارك الحدائق بيحصلوا على الدلافين ديت في الباركس بتاعتهم علشان يسلوا الفيسترز الزوار. اوكي نيجي بقى لاول سؤال. طبعا وير ار دولفينز فاوند، اجبناها في الاول لما قلنا، لما قرينا الموضوع. هاو دو دولفينز كوميونيكيت وذ ايتش اذر، اهو دوت هنا هوت communicate with each other using clicks and whistles. يبقى نكتب كده ايه using clicks and whistles، دي كده رقم
2. طبعا انت لما تيجي تحل في الامتحان يا ريت تكتب الجملة من اولها لاخرها. اقول الجملة اولها ايه؟ كان اولها dolphins are very intelligent. يبقى من اول هنا وهو شباب dolphins are very intelligent and اروح مكمل لغاية النقطة لما تقابلني. اوكي؟ لغاية كلمة whistles. طيب كده السؤال التاني خلص. السؤال التالي do you think، لازم يا جماعة خلي بالك هيجيب لك سؤال عن thinking التفكير. هل تعتقد that dolphins are plant eaters؟ طبعا لا، احنا لسه قايلين من شوية ان هم meat eaters يعني بياكلوا meat لحوم يعني. يبقى يقول ايه؟ no I don't think so، او no خلاص لا. طب ليه بقى انت ليه اعتقادك دوت؟ هنا ممكن نقول لان هم بياكلوا سمك معظم الوقت او معظم اكلهم سمك. يبقى هنقول they feed on، يتغذوا على fish، بس كده يتغذوا على السمك that is in water، اللي موجود في المية، سواء بقى مية البحر مية النهر حسب المكان اللي هم ايه عايشين فيه. ماشي. طيب السؤال ثلاثة كنا جاوبناه، سوري السؤال الرابع كنا جاوبناه قلنا سي شورز. اخر سؤال برضو كنا جاوبناه في الاول اللي هو ايه similar to. ودلوقتي حان وقت السؤال الرابع، ولازم اقرا العمود ايه واقرا العمود بي، والاجابة هتيجي معاك لو انت طبعا عارف الاحداث كويس. بولي اللي هي طبعا زوجة جيري باركر، مس بلومفيلد، ميس بلومفيلد اللي ظهرت في الفصل السادس وكانت عايشة مع تو سيسترز، مع اخواتها الاثنين دي طبعا غير ميسيس فاولر اللي كانت بتعطف على جيري باركر واللي وجدت له وظيفة يعني. فخلي بالك من الشخصيات. بعد كده ليزي اللي هو الحصان الصغير اللي كان موجود في بيت ايرل سميث. بعد كده يورك دوت الولد الهيلبر المساعد بتاع ايرل سميث اللي كان طيب وكان بيمسح الجروح بتاعت الحصانين الاثنين اللي هما جينجر وبلاك بيوتي. طيب عندي بعد كده العمود الثاني was a young horse at early shell bark. طبعا ليزي يبقى ثلاثة معها اول واحدة. بعد كده was the man who worked for early smith، الرجل اللي كان شغال عند early smith طبعا ده رقم اربعة اللي هو يورك. طيب was jerry's wife، زوجة جيري طبعا قلناها نمبر وان اللي هي بولي. was jerry's child، الطفل بتاع جيري طبعا ده مش موجود يبقى دي زيادة. بعد كده was the woman who lived in the country with her two sisters، الست اللي كانت عايشة في الريف مع اخواتها الاثنين البنات طبعا دي نمبر 2 اللي هي ميس بلومفيلد. طيب بعد كده السؤالين الاثنين الكريتيكال ثينكينج، خلي بالك وافهم السؤال كويس واوعى تسيب الاسئله دي عشان عليها درجات عاليه. Do you think، هل تعتقد that Felcher deserved to be arrested؟ deserved يعني استحق. هل تعتقد او هل في رايك يعني ان فيلشر ده اللي هو الحرامي اللي كان بيسرق الاكل بتاع بلاك بيوتي، هل تعتقد ان هو يستحق ان هو يتقبض عليه؟ اكيد طبعا. يبقى هنقول ايه؟ يس شور، نعم بالتاكيد. بس قال لك واي، اوعى تنسى تذكر السبب. هنقول طبعا اي سبب كده مقنع بخصوص فيلشر، يبقى هنقول بيكوز هي وزنت اونست، لانه لم يكن امين. يبقى نقول because he wasn't honest. honest. honest معناها امين، الاتش طبعا سايلنت. wasn't honest يعني لم يكن امينا. اوكي عايز تقول مثلا he was bad، مفيش مشكله، هو كان سيء مفيش مشكله. طب ممكن نقول برضو he stole beauty's food، سرق طعام بلاك بيوت، مفيش مشكلة برضو إجابة صحيحة.
اهم حاجه ما تسيبش السؤال وعبر بطريقتك، ما تخافش والدرجه هتتحسب لك صح مهما كتبت، اهم حاجه تكون الفكره صحيحه وسليمه. وطبعا احنا كمصححين يعني بنراعي انك لو اخطأت في الجرامر او في السبيلينج ما بيأثرش عليك في الدرجة ولا حاجة. طيب السؤال الثاني، Why do you think that Skinner made Black Beauty work hard؟ ليه في اعتقادك سكينر كان بيخلي بلاك بيوتي يعمل بجد؟ طبعا لان اصلا سكينر كان راجل فقير ومحتاج فلوس، وكانت الحياة بالنسبة له صعبة، فكان مضطر يخلي بلاك بيوتي يشتغل بجد ويشتغل على طول بدون توقف، يعني الأسبوع بالكامل بيشتغل ما فيش أي أجازات. يبقى هنقول هو بيقول لي ليه تعتقد إن سكينر خلى بلاك بيوتي يشتغل بجد؟ هنقول because، لأن هي اللي هو سكينر نفسه was poor، كان فقيرا and needed money and needed money، وكان محتاج ايه؟ فلوس. طيب نيجي بقى للسؤال السادس اللي هو تشوز بقى، وخلي بالك اللي تشوز برغم سهولته الا ان في ناس كتير بتقع كتير قوي قوي فيها شباب. طيب يقول لي احمد didn't have much money so he bought not class tickets، احمد ما كانش معاه فلوس كتير لذلك هو اشترى ايه؟ يعني تذاكر ايه؟ حط كلمة تمشي مع كلاس، يا ترى فيرست كلاس تيكتس يعني تذاكر درجة أولى. طبعا تذاكر درجة أولى يا جماعة تبقى غالية، يبقى إزاي غالية وهو معهوش فلوس؟ يبقى مش هتنفع. أول واحدة ايكونومي كلاس تيكت، اللي هي تذاكر درجات اقتصادية، يعني يبقى هي فعلا حرف البي. طب رقم اتنين، this course will help you to your English، طبعا على طول من غير ما تفكر تبقى improve يعني يحسن، الكورس ده هيساعدك في تحسين الانجليش بتاعك او لغتك الانجليزيه، يبقى improve معناها يحسن. يا ريتك بقى كده تخصص كراسه وتكتب فيها المعاني اللي تطلع بيها من كل امتحان، تكتب الكلمه بالانجليش ومعناها قدامها بالعربي وتحفظها يوميا، بكده هتحصل على حصيله لغويه كويسه، حصيله لغويه شائعه في الامتحانات. السؤال رقم 3 بيقول لي this email asks for my computer password، الايميل ده بيطلب مني الباسورد بتاعت الكمبيوتر بتاعي. it must be a نقط، it must be a scam، يبقى لابد وان الايميل دوت سكام، والحاجات اللي هي فيها سكام يا جماعه يبقى دي ايه؟ مضلله وغشاشه ومخادعه، ولازم الواحد يخلي باله منه اللي هم ايه؟ محتالين ونصابين يعني. رقم اتنين، the red chickens، الدجاج الاحمر، not eggs every day، lay ولا take ولا eat ولا lie، طبعا انا عايز كلمة يبيض وبيضا، يبقى طبعا هتبقى lay eggs، يبيض وبيضا. طيب رقم خمسة، don't be نقط، لا تكن ايه؟ you have much money، ده انت معاك فلوس كتير، يبقى لا تكن ايه؟ طماعا، يبقى don't be greedy. طب عندك كلمة honest لسه قايلينها في القصة دلوقتي، honest معناها امين، don't be honest لا تكن امين، طبعا ما ينفعش، don't be kind برضو ما تنفعش، لا تكن عطوفا ما تنفعش، don't be hard working لا تكن جدا في عملك برضو ما تنفعش، يبقى هي don't be greedy لا تكن طماعا. يبقى في كراستك كده يا شباب، كراستكم اكتبوا كده greedy وقدامها طماع. بعد كده رقم 6، it is said that، يقال ان some people become، بعض الناس يصبحوا ايه؟ to computer games، انا عايز كلمة او صفة تاخد to، طبعا addicted to اللي هي معناها مدمن لي. طيب بعد كده السؤال السابع ده بيمثل نوع من الصعوبة شوية على معظم ابنائنا وبناتنا، لكن لما تحل كتير وتسمع اجابات كتير هتقدر تحل ان شاء الله بكل بساطه. بيقول لي I bought an old car، انا اشتريت عربيه قديمه، but I regret it، ولكن انا ندمت على كده، اندم على ذلك. قال لك استخدم shouldn't، shouldn't معناها لا يجب. طبعا يا جماعه المفروض هنا دي ماضي، I bought انا اشتريت، خلاص انا اشتريت عربيه قديمه وانا ايه بندم على ان انا اشتريت العربيه القديمه دي، فانت هتستخدم شودنت ازاي؟ طبعا
طبعا هتقول انا ما كانش يجب عليا اشتري العربية القديمة دي. اوكي، يبقى تقول اي، حط بقى شودنت بعد اي شودنت هاف. طبعا انت بتتكلم عن الماضي، يبقى شودنت وراها هاف وبعد الهاف تصريف ثالث من بوت، هي بوت. I shouldn't have bought an old car. An old car. نقط. بقى نقطة كده خلصت الجملة. ما تقولش بقى ايه but I regret it. لا ما تقولهاش. على فكرة اكتب بقى كده على regret معناها يندم. يعني ايه يندم على شرائها. طيب يبقى نقول shouldn't وراها have وراها تصريف ثالث، اللي دي بتعبر عن ما كانش يجب ان انا اعمل الحاجة دي، يعني فيها ندم. طيب رقم اتنين، do you have as much water as you need؟ هل انت معاك ميه كتير زي ما انت عاوز، زي ما انت محتاج؟ قال لك استخدم كلمة enough يعني كافي، يبقى هنقول هل انت معاك ميه كافية؟ بس كده. يبقى do you have enough water؟ enough water بس، واعمل علامة استفهام. يبقى انت شلت ايه؟ as much و as you need. اوكي، وحطنا enough قبل water. رقم ثلاثة، I didn't recognize your cousin. انا ما قدرش اتعرف على ابن عمك. So I didn't say hello. لذلك انا ما حييتهوش. قال لك استخدم قاعدة if. اتفقنا يا جماعة وبنتفق برضو من دلوقتي، بنقول لك حاجة مهمة. طبعا الاف دي اساسيه ان شاء الله بنسبه 90% او اكتر من 90% هتيجي في الامتحان، خاصه في السؤال اللي هو ري رايت، اللي هو السؤال السابع ده. بيقول لك ايه؟ اي didn't recognize. طبعا الجمله ماشيه في الماضي. طالما الجمله يا جماعه ماشيه ماضي تبقى حاله ثالثه، حاله ثالثه. اوكي، لازم تعرف تركيبه الحاله الثالثه. تركيبه الحاله الثالثه هقول لك اهوت، ان اف وراها ماضي تام، وراها وود جواب الشرط يعني وود، معاها هاف، معاها تصريف ثالث، وطبعا دي ممكن تبقى بالنفي اوكي او بالاثبات على حسب المعنى. فهنا بيقول لك انا لم اميز انا ما تعرفتش ولا ميزت ابن عمك، لذلك انا ما حيتهوش. يبقى انت هتقول لو انا كنت اميز، لو انا كنت اقدر اميز ابن عمك كنت حييته. يبقى هنا شباب النفي ده هخليه اثبات، ودي نقطة مهمة جدا في قاعدة اف. اوكي، يبقى اول حاجة عرفنا انها حالة ثالثة، الحمد لله. نيجي بقى نشوف المعنى، طالما منفي لازم احوله لمثبت، ولو مثبت بحوله لمنفي زي ما خدناه في الشرح في الوحدات قبل كده. يبقى هنقول if I had recognized، if I had، لو كنت قدرت recognized تصريف ثالث من recognized your cousin، your cousin comma السو هتتشال، I would have، I would، كنا ممكن نختصرها ابص في دي على طول، I would have said. طبعا التالت من say said، said hello full stop، يعني نقطة. بكده الجملة خلصت. طيب نيجي للسؤال الثامن اللي هو بيقول لي اكتب paragraph. هنا الباراجراف عن a story with a moral، يعني قصة بدرس أخلاقي أو عبرة يعني معينة. طبعا ان شاء الله هبقى اجاوب على مجموعه من الباراجرافس المهمه واحطها في فيديو مخصوص او على اكتر من فيديو، وهبقى احط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف او في علامه الاي اللي موجوده فوق ديت. اوكي، بكده يا جماعه نكون انهينا محافظة القاهرة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ريتكم تكونوا فعلا استفدتوا من طريقة الحل، يا ريتكم تكونوا استفدتوا من الكلمات اللي موجودة معانا،
وزي ما قلت لكم حاولوا تدونوها في كشكول كده لوحدها واتراجعوا عليها يوميا. طبعا من خلال حل الامتحانات الكتير هتقدر انك انت ان شاء الله باذن الله اوعدك تجيب درجه عاليه. وطبعا كل ما تحل اسئله اكتر وامتحانات اكتر كل ما يكون افضل ليك انت، والامتحان هيجي باذن الله سهل وميسور وما تقلقوش خالص نهائيا. يا ريت يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، ولو انت اول مره تسمعنا على قناتنا يا ريت تعمل اشتراك للقناه من المستطيل الاحمر اللي موجود يعني تحت الفيديو، ويا ريت تفعل الجرس على الكل عشان يصلك منا كل جديد من فيديوهاتنا، واعملوا بقى شير للفيديو عشان تعمل فائده لاصحابكم واحبابكم. الى ان نلتقي في الفيديو القادم، لكم مني خالص تحيه والتقدير من مستر محمد السعيد وقناته مستر محمد سيد اونلاين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.